ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمت ماروك أخبار يومية من مصدر مطلع أن جمعية الكرامة لحقوق الإنسان وضعت يوم الثلاثاء شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان ضد الانفصالية المتورطة في إحراق العلم الوطني. وأوضحت الجمعية في شكايتها بأن الانفصالية تعمدت إحراق العلم الوطني خلال وقفة احتجاجية بالعاصمة الفرنسية، وهو فعل يشكل جريمة منصوص على عقوبتها في قانون الجنائي المغربي رقم 263، مشددة على أن هذا التصرف الأرعن يمس كل مغربي غيور على وطنه. وطلبت الجمعية بفتح تحقيق في النازلة لاتخاذ المتعين ضد هذه الانفصالية ومن معها، وذلك صونا لدولة المؤسسات. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.